دول ولكن على مستوى افراد واشخاص كمان ما بدنا نقلل من قيمتها واهميتها. يعني لما انسان يكون قاعد ببيته وتطلع عنه اشاعه موت، طب هيدي قد ايه ممكن تدمره نفسيا؟ شي مره عملت يعني شاركته بفبرك الاشاعه انه يعاني من مرض نفسي. خلينا احكي عن عالم الفن، بس مشكلتنا مع اللي بيتفاعلوا مع الشائعه، اللي بيثروها، اللي بخلوها تنتشر أكتر، اللي بخلوها يصير في لها مدار واسع أكتر، اللي هن الجمهور بغالب الوقت يعني. ومفروض الجمهور يصير عنده وعي لكيفية إدراك الشائعة من الخبر الحقيقي عبر اتباع مصدر بيوثق فيه. اليوم إذا منلاحظ بالتلفزيونات المراسلين بالمناطق بطل في كتير مراسلين، ليه؟ لأنه كل مواطن هو مراسل بباب التبانة بسور بصيدة. فإذا المواطن اليوم اللي حامل تليفون هو صانع خبر أيضا، مش بس الإعلام هو صانع. تقنية البث المباشر بدنا نعترف بهيدا الأمر، هيدا اللي بدنا نجاريه نحن. عم يسبق وسائل التواصل الاجتماعي، عم تسبق تلفزيونات، وعم تكون هي مصدر للخبر. ما بقى تلفزيون هو مصدر للخبر. هيدا موضع جدال ونقاش عالمي عم بنتناقش فيه. هذيك النهار بنقابة المحررين عملنا هلا، لانه بعد في جيل شوي بيحضر تلفزيون، بعد لقدام ما رح تلاقيه هيدا الجيل. عملنا شو اسمه كله هون، عملنا كونفرنس مؤتمر، نعم حكينا بهالموضوع وعم ينحكى بهالمواضيع. هيدي طرحه اشكاليه كثير قويه. انت عم بتقولي لو سيتويان جورناليست، نعم يعني كل مواطن يعني هو مراسل. اذا هيك يعني مهنة الإعلام انتهت. بس مش هيدا الواقع، مش هيدا الواقع. لا بس مش هلا. أستاذ نقيب، هي الموضوع مش هم يعني هون التفتيش إذا المهنة انتهت أو لا. هون خلطنا بالتواصل. عم بتقول زهراء صارت مرتين، عم بتقول أنه تعلمنا بالجامعة أنه الصحافة إلى حد ما بضم محافظ على قيود، على قواعد، غير الشخص العادي أنه اللي هو أو على فيسبوك أو على تويتر. يعني اليوم بده بيدرس ايجابيات الاعلام وسلبياته، كيفيه التعاطي مع الراي العام، في قواعد بيتعلمها. اذا رايح على الحياه العفويه الميدانيه بضمها هي مرسخه بذهنه، على الفيسبوك ما بيقدر يطبقها وما بيقدر يكون حاطط لها الاطار. اليوم عندك كثير مقدمي برامج حتى يعني بيتعاطوا، عفوا سوري، بس انا مش متعلم سياسه وما خصهم بالصحافه. انا مش انا يعني انا بالاخير الصحافي مش مصر، يعني الواحد بيروح بيتعلم. انا ماني عامل صحافه، ايه انا بجيب المصره، ايه بحط المصره وبيبلش يكتب خبر 18 على ضوء هاي المصره. لا طبعا، بس بيعلموك مبادئ واخلاقيات. عمالك بس خليك، بس خلي انا معظم الناس معظم الناس اللامعين بتجربه الصحافه مش دارسين صحافه، منهم دارسين صحافه اساسا. بلش الصحافه بلبنان ما كان في اكاديميات تعلم كبار الصحفيين في لبنان. عم بحكي في لبنان على الاقل، ما بدي احكي بمحلات ثانيه. كبار الصحفيين هات اللي نسميهم واحد واحد، يعني من الياس خوري لجورج نصيف لجوزيف سماحه، لما ولا واحد منهم قرب على معهد صحافه. كليه الاعلام عندنا حديثه 69، ما كان في كليه الا ببدايه السبعينيات. فبالتالي الصحافه عباره عن خلطه وعباره عن احساس عالي، موهبه وغريزه، غريزه ومزاج ومزاج، ايه وغريزه. بتبلش بالغريزه، يعني مزاج الكتاب، بتبلش بالغريزه وبتروح على محلات كثير بعيده. من الضروري دائما نحن كاعلاميين كصحفيين مش خبال مهنه نتمسك بالتوصيف الوظيفي للمهنه، لانه هاي المهنه لها دورين. مثل ما قال استاذنا عبيده وصديقي القديم، لا شك انه الصحافي مثل ما قال استاذ سيمون لمعه، مش حيالله واحد بينجح بالصحافة لأنه دارس بالجامعة، لأنه عنده لمعة، عنده طوش، عنده حضور، عنده ذكاء، بيقدر ياخد الموضوع ويدولبه. يمكن قصة صغيرة، أنا بعرف صحفيين كانوا يشوف واحد ماشي على الطريق، من مشيته على الطريق يعمل حدث وقصة. طبعا طبعا. لذلك هاي القصة بدنا ننتبه لها، يعني مش انه فعلا هون صناعة الخبر. انه احيانا بيكون في عندك مراسلين على الارض، نعم. حدا بينتبه، حدا تاني ما بينتبه، ما على بينتبه. خبر معين بيرجع على ذكائه اكزاكتلي، صح. هيدي هي هون الموهبة وهون الحضور دايم، وبالتالي واللمعة مثل ما بيقولوا بالصحفيين اللمعة. لذلك انا عم بقول ما نستهون بدورنا نحن كصحفيين ونقول والله صار كل واحد معه، كل مواطن هو كل مراسل او صحافي صحافي، لانه وكل مؤثر هو صحافي. اولا درجه، نعم. الموضوعيه ما بتكون هي ذاتها،
ودرجة الحرفية ما بتكون هي ذاتها، ودرجة الثقافة الإعلامية اللي بتقدري تستخلصي منها بتكون تستفيدي يمكن من شغلة، بتستفيدي من خبر، بتستفيدي من زاوية صغيرة. هيدا لازم ننتبه له هيدا، وبعدين هيدا لازم يكون حافز لإلنا. نعم. ما نكتفي بالقوانين، القوانين ماشي لوين نروح؟ نعمل شرعة وطنية للإعلام، مسؤولية اجتماعية، شرعة مقرونة بصياغة جديدة للإتيك الإعلامي، للأخلاقيات الإعلامية. هلا بتفوتي على الجامعة بيعلمك الأستاذ إنه ما لازم يعمل مدري شو، بياخذها التلميذ بجاته بيروح على الشغل بينسيها، بيعمل عكسها. بين امبارح واليوم الخبر بعده خبر، هل صناعته تغيرت أم تغيروا صناع الخبر بعد الإعلان؟ بعد الإعلان كلنا نحن بنشتغل لنسبة المشاهدة، يعني ما بدي أعمل حالة منزهة. شائعة بتصير حقيقة. إيه أكيد مع الوقت بتصير أكبر من حقيقة. مكملين مشاهدينا حلقتنا، وبنتمنى تشاركونا على هاشتاك فوق 18 حول موضوع صناعة الخبر والإشاعة. كارين، قلت ما يسمى بالإعلاميات، أنت اليوم إعلامية عندك 21 برنامج، سنوات من الخبرة، أنت منك موجودة على التلفزيون، شو بكون عم يفكر صاحب المحطة لما يعطي منبر أو يعني مكانة لإعلامية أو لإنسانة بتسمي حالها يمكن إعلامية وكارين أو غيرها بالبيت؟ رابعة، عم ينشر الهوى. هلأ صار نحن بهيدي الترند أنه أنت مذيعة عندك برنامج معك مصاري بتفوتي بتشتري الهوى تبع المؤسسة، بيطلع بس ما بيشتروا هوا موجودين. صح، بيطلع اكيد على طول بده يكون في موجود. انا بدي اكل نصيب ونصيب غير فعلا. نعم. ايه يعني انا مش معقوله بدي اطلع على كل لا ما قصدي هيك، بس انا قصدي في هلا صرتي بتروحي بدك تطرحي فكرات جيبي سبونسر وتعي او جيبي حدا هيك صارت يعني، مش هيك قلت لك من الاول كله مع ويمكن مش شايف في الشخص اللي بليق بتقديم برنامج على شاشته حر. يعني هيدا انا مبسوطه بحالي، بس يمكن هو مش مبسوط فيي وهي حريته. عم تفهم شو قصدي؟ بس في منهم مع احترامي الكبير بس لا ما بيحاوروا، يمكن حلوين وبيقروا برومتر كثير منيح بس ما بيحاوروا. انا هيدا اللي قصدي، يعني صار والنجمه 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 والنجمه، لا ما بتحاوري انت مش يعني. وانتبهي في ناس بالمجال الطبي، بالمجال الاعلامي، بالمحامي، بكل المجالات اللي بدك اياها مشهورين، وفي ناس اشطر منهم مش مشهورين. في ظلم الشهرة، دائما في عداله. الشهرة منا معيار للشطارة او للشطارة. في اعلاميين عم بيطلعوا على الهواء وبيقدموا برامج بيكتبوا لهم الفاصله وامتين بده يتنفسوا وامتين بده يضحكوا، يعني هيدا بيتابعون على الايربيس كمان. يعني هيدا ما بيعتبر انه هو اخذ محل غيره بيستحق. بدي ارجع على شغلكم فابيان، انتم بتعتمدوا على المشاهدات على الكليك. صح. الكليك بيت هو عباره فابيان عن رابط نصي او صوره مصغره مصممه لجذب انتباه المشاهد وحث المستخدمين على الدخول على الرابط والكليك. ما هو كمان حتى كلمه بالعنوان. قد ايه انتم بتستعملوا الاثاره بالعناوين عنوان مثير بس لحتى تجيبوا هدول الكليكات؟ هيدي وين من المهنيه مش المصداقيه. نحن انا عم بحكي عن حالنا، مش بنحط كلمات مثلا خادش الحياء حتى نجذب. لا بتغشوا احيانا، بتغشوا. لا نحن ما من اذا بتقري العنوان بتفوتي بتلاقي بتلاقي موجود، يمكن يكون اي كلمه بالمقابله تعنون عليها. أيه. عرفتي بنكون مرقه مرور الكرام معه، بس تكون مرقه بس في مواقع الكترونيه بتحط شيء مش موجود، في غش بالعناوين على مواقع التواصل الاجتماعي. في مواقع الكترونيه عم تعتمد على الجذب من العنوان، بتفوتي ما بتلاقي شيء، بس حتى يفوت لعندها عدد قراء زياده حتى يجيبوا اعلانات. من حق الصحافي اليوم يختار العنوان للبث، يختار العنوان حتى لو لا يمت الى حقيقه المقال. من المضمون ضل محافظ على المصداقيه. يمكن عم نركز بموضوع الصحافه الفنيه على اختيار العناوين الجريئه. نعم. يمكن اللي بتتعلق بالمواضيع الجنسيه لانه هي اكبر اشكاليات بتعمل. نحن ما احيانا بس نسال حالنا عبد الله كيف موقع بيحترم حاله بيحكي بموضوع بعنوان هالقد سخيف بس ليجيب مشاهدات. هلا موضوع طرح قضيه معينه عبر عنوان ممكن يعتبره البعض مخالف للقيم والمبادئ،
أهم من العنوان هو المضمون اللي رح يفوتك العنوان عليه ولازم يكون بمط بالصلة له. بس أنا برأيي هون شخصية الصحافي كيف قادر يحلل المادة وكيف قادر يعرف أنه أمامه قراء مكبوتين جنسياً يعينون من كبت جنسي معين، قادر يستغل فكرة حط عنوان قوي، فات على المضمون، حلل المادة بطريقة أثرت على اللاوعي تبع القارئ. يعني استغلال للكبت الجنسي الموجود عند القارئ، إذا استثمار إيجابي. خلينا نقول أنه أنا استثمرت هيدا العقدة وطرحتها من خلال المضمون، هيدا ربح مادة مش استثمار إيجابي. لا، رح بتأثير على اللاوعي أني أنا فهمت أنه في كبت جنسي موجود بقلب هيدا المجتمع وفي حالات موجودة، ما فينا نحط حالنا تحت تراب، في حالات موجودة بتعتمد التعري، بتعتمد الإثارة الجنسية موجودة. طيب شو أسبابها وشو خلفياتها؟ نحن بالجرس نرفق الخبر بدراسات علمية، دراسات نفسية، خلفية هيدا الحالة، شو اللي بيوديها لتصير لهيدا المحال، كيف لازم نمنعها يعني. هاي هون أنت بتكوني قدمت عنوان أوكي قدر يجيب لك مشاهدات وقراء، لكن عملت تأثير إيجابي من خلال طرحك للمضمون اللي فات. بتوافق أستاذ عبيدو أنه هيدا يعني هيدا الأساليب، ما بعرف شو بنسميها، اساليب علاجيه؟ علاجيه هو مشكل. لا هو المشكل انه نحن ابدا ما انا حاطط مضمون نحن بحل تاني له علاقه بالعنوان. فبيان نحن يعني انا شخصيا بحكي بعتبر بانه عم بعبر عن اكثر من حدا، يعني نحن بحل تاني. وين انتم؟ وين هن؟ هذا يعني هيدا شو وانتو شو؟ هاي صحافه فنيه، يعني هاي صحافه إيه فنيه. شو الصحافه الفنيه؟ لازم تكون رأي يعني ترتقي بال. لا يا عملك، في صحافتين، في صحافه ثقافيه في الصحافة الفنية. الصحافة الفنية صحافة فنية محترمة، يعني مفترض تكون مفترض تكون هيك، يعني هو منه تقليل من شأنها إذا فني أو سياسي. أنا هذا اللي عم جرب أقوله، مفترض تكون محترمة يعني بقى. صحيح، ما باخذ إذا بدي حلل وإذا بدي يعني ربي عبد الله. طيب بس مش أنا أنا ما في إلا عرض الحقيقة أمام القارئ، أنا ما في زور وشيل وحط وشد من هون، ما بعملها، ما بفوت فيها لهي الشغلة. هي أساسا الفكرة بحد ذاتها مش مضبوطة، بانه تركزي على المحل الجنسي لانه العالم مكبوتين. بحب اسمع رايك بالصحافه الفنيه وباللي قاله عبد الله مهنيا استاذ سيمو، لانه ينطبق ايضا على الصحافه مهنيا السياسية. خليني اخبرك انه في عندي فريق اعلامي تواصلي كمحل. نعم، اصلا فريق متعدد، يعني انا عندي من كل الفرق يعني هيك الخلفيات السياسيه، ماخذ كل الخلفيات السياسيه. لا عندي تيار يعني، وعندي قوميين، وفي يعني من كل النواحي. بس انا عم اقول كلهم اول شيء بيوقفوا عند نقطه انه كيف ما كان الخبر تنحي بشكل عام لازم نعمل العنوان جذاب. يعني لو كان عم يشتغلوا هن لشخص ما بقى يدوب بالسياسه بيعتبروا انه مثلا فلان يشن حمله حاده على فلان، هي وحده تيجذبوا، هيدي يعني صارت مطروحه، بقولوا لي مشان ريت هيدي بدنا اياها. بس باحترافيه النقطه اللي عم ينحكى عنها مزبوط. اليوم اذا بدك تطرحي موضوع اجتماعي بهم المواطنين وتقولي لهم يمكن كيف يحموا حالهم من الكورونا، مع احترامي للمواطنين ما بيهتموا قد خبر جذاب عن فنانه او انه كيف عم ترقص على المسرح فتح الفستان. عم بحكيكي عن جد، يعني هذيك اليوم كان في فنانه ما بعرف اجنبيه غربيه، نعم، عم بتغني وصار معها حادثه، حاطين الخبر جايب بطريقه مرعبه يعني للامن. الناس بعدها بتجذبها هي الاخبار، يعني المواضيع السياسيه الاقتصاديه عن مستقبلها الناس بتهتم وحسب معي كيف محطوط الخبر. بس بعدها مثل ما عم تحكي يعني اخبار الجنسيه او اللي فيها هيك تلميحات فيها تساؤلات شخصيه بتزو بطريقه هذا نابع من الفراغ. انا بشوف انه نابع من المؤسسه. هو اخر شيء صاحب مؤسسه عم يشتغل، الهدف هو ربح الماده، فالاعلام اليوم هو عم يشتغل ليدخل مصاري لانه هيدا مثلا بتقلك هيدا خبر فني. لحظه اليوم نمشي. اليوم انا عم بحكي عن حالي بالموقع في اقتصادي سياسي فني. نعم، هيدا بيجي خبر بالمجال الفني بالقسم يعني اطاع هيدا القسم الفني، خبريه بتكون مقفيه ومش واضحه وبنبش عليها العالم وفوت عليها بهالكمية، بصير تنتشر ويوزعوا ولا بعضهم. بس يعني مش انه الصحفية برزتها انه شوفوا كيف مثلا فتح الفستان على المسرح، مش حطتها يعني بالابرز. نعم، الابرز هو مواضيع اجتماعية سياسية. انت عملت برنامج نقدي واليوم بتقدمي كمان برنامج نقدي، انت بتختاري نقد الفنانين لانه الاكثر مشاهدة او الاكثر الناس بتهتم لتعرف اخبارهم لتجيب نسبة مشاهدة لعندك؟ كلنا يعني نحن بنشتغل لنسبة المشاهدة، يعني ما بدي أعمل حالة منزهة، كل العالم بتشتغل. هيدي معناتها نحن غير أحرار،
اكيد نحن غير احرار. مين احرار؟ هلا انت منك حره بلقمه العيش تبعك، انت مهدده فيها كل يوم كل دقيقه، او شغلك اللي هو مفروض يكون، لانه الشغل هو من المقدسات بالحياه، يعني من اهم الاشياء، ومن الاشياء اللي بتحسي فيهم بمتعه وبنجاح، وبانه انت عملتي شيء بهالوزن اللي ربنا عطيك اياها. نعم. ف كلنا بنشتغل لنجيب مشاهده، كلنا بنشتغل، وخاصه انت بوضع المنافسة عالية جدا على قطعة هالقد. هالقد؟ هالقد. يعني هالقد في مصاري، هالقد، وكل الناس بدها تتخانق لتوصل لتضلها مستمرة، وآخر شيء قد ما بتوصلي لليأس معك بتصيري تقولي سوري على التان، بس هيدا اللبناني اللي ما حدا بيقول ربوط الحمار محل ما بده صاحبه. لهالدرجة؟ لهالدرجة. إنه بدكم أنت كارين اليوم طرت الحمار. إيه بربط الحمار محل ما بده صاحبه. لأنه ليه؟ ليه؟ لا خبرك ليه؟ لأنك أنت عم بتقاومي أمك، أنت تقلي أنت عم تقاومي القدرة. عم بتقاومي القدره، هلا انت بحق بوضع بدك تمشي جنب الحيط وتلطي براسك يا رب السترة. اكثر من هيك ما فيك تعملي، يعني فينا نحكي شعر وفينا نحكي وانه نحن ابطال، بس هلا الانسان اللي قادر يستر حاله رابعه وقادر يعيش مستور بده يمشي جنب الحيط ويقول يا رب دخيلك خليني بشغلي مستور. مش يعني انا ماني مبسوطه بشغلي، مش يعني انه حدا حطت لي الفرد، لا، عم بعمل شيء بحبه كثير، بس بنفس السعادة اللي كنا نعملها من قبل؟ لا. بالموضوع اللي عم تحكيه مدام، هذا موضوع بيصير بالمواقع وأنا بشوفه طبيعي، يعني وقت بيزيد الريت، أنا قبل ما نحكي بموضوع 17-20 يعني والثورة وموضوع الكورونا، نتيجة الريت العالي ما عم بعمل دعاية، طب شركة سيارات حطت عندي أنا إعلانات وشركة تانية عندها برودوي موجود على البانويات، طب شو الضرر إذا أنا اليوم عليت الريت بطريقة يعني طبيعية مثل ما أي تلفزيون بيعملها، تجيب قباله أنا أقدر أدفع للمؤسسة أدفع معاشات وأستمر. قبل شوي حكينا بقلنا مثلا حكينا أنه اشتراكات أنه قاموا شيطانونا كلنا سوا، وضحنا الفكرة. طب ما في بواب مضطرة أنت تعملي هيك، يعني هذا واقع الإعلام كله سوا بدك تكوني موجودة فيه، قديش عندك انترفيوز، قديش عندك ناس بفوتوا يعني على الموقع، رح يجي شخص يقول لك خيي انا بدي احط اعلان عندك. فبيان، اكثر موضوع جبت عليه نسبه مشاهدات شو كان؟ شو كان عنوانه؟ وشو كان الفحوى الموضوع؟ لا في كثير عندي فيديوهات جبت، اعطيني موضوع اخر اخر فيديو اكثر نسبه مشاهده كان وقتها الفنانه العراقيه رحمه رياض غابت عن الوعي، كانت عم بعمل معها مقابله ونزلت اكثر. نعم. فيديو هيدا يعني هيدي اللي عم نحكي اخر ثلاث اشهر. قديش صحافي بينبسط حتى لو الفنان او الانسان مرض صار شيء غلط بس هو اخذ سكوب؟ لا انا ما لا انا ما بنبسط. بتعرفي ليه؟ اذا بتطلعي بالفيديو تبعي كنت عم بعمل معها انترفيو، بس قشطت صارت بالارض انا وقفت التصوير كلهم طبوا صوروا، انا احترمت انه هي شو صار معها وجربت ساعدها وقتها. لا احترمت هذا الموضوع، نشرت الفيديو بس، نشرت الفيديو لانه شفت الكل حاطتها بالارض. اي بس استفدتي من الفيديو. انا نشرت الفيديو بعد ما نزل. شو الموضوع؟ انتبه للموضوع، انه وسط كل هذه الاصطدامات بالعالم. نعم. وسط كل هالمدار كذا الاخر شو شو استاذ عبيدو، هيدا موقع فني، نحن موقع نحن موقع فني، يعني اهتمامات المتابعين بدها تكون فنيه، وهي نفس العالم عندها الحشيه، عندها الحشيه تفوت تشوف فنانه محبوبه، وقعت مشاهدينا انت ما عم بتصدق متابعينا قد عالم يهتموا. ما ممكن صدق بلا في بدك، لا في عالم بتحب تفوت اكيد سطح، انه لما توقع رحمه رياض ينشغل مثلا الاعلام بخبر وقوعها شيء سطحي بتعتبريه؟ شيء سطحي، بس بدي اقول لك شيء السطحيه مطلوبه بالحياه. ايه؟ مش على مش على متنفس، مش على طول العمق بالحياه، العمق اخر شيء بيطلع لك اعصابك. التفاهه يعني يعني لبنان مين صنعه؟ صباح وفيروز يعني ووديع، يعني الفنانين الفن. استاذ عبيدو اوقات بتجيب مثلا بخبر او فيديو نسبه مشاهده عاليه بتكون حاطط شو سر التاتو اللي عملها فنان معين على ايده، بتشوف العالم بيطلع الاكثر قراءه او الاكثر مشاهده، العالم بتفوت لانه